مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، نرحب بحضراتكم مره اخرى مع انطلاقه الشوط السادس الذي يحمل في كشوفاته الابكار ثنايا المهجنات الاصايل من مسافه 8 كيلومترات، هي مسافه هذا الشوط مباشره على المركز الاول على مقدمه الشوط، وهنالك من تتواجد الشاهنيه عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي من يقدم لنا الشاهنيه، ولكن هنا جميله عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري من يقدم جميله على المركز الاول، بينما المركز الثاني ثاني التحديات مشاهدينا ومتابعي الكرام ايضا جميله، راشد بن خليفه المر النيادي من وصل على المركز الثاني، المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء من تقدمت براقه محمد بن سهيل بن محمد بن حربي العامري يواصل التحديات على المركز الثالث، المركز الرابع تتواجد هنا سليطه مع عاشق سلالتها ملول حمد بن سالم بن سليم الاكتبي على المركز الرابع، والمركز الخامس اليافل راشد بن خميس بن كراز السبوسي من يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس التحديات وهنالك المايديه علي بن عبد الله بن علي بن نواس ياتينا على المركز السادس، المركز السابع تقدمت الحذره جابر بن سلطان بن راشد الخيالي على سادس التحديات، هذه السته المراكز الاولى المنطلقه مع هذا المسار ومع هذا التحدي، نتابع المركز السابع والمركز الثامن، هنالك الاسماء القادمه وصلت الطياره حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي يتقدم على المركز الثامن والتاسع التحديات، هنالك شقره سهيل بن سالم بالشرقي العامري قادم على المركز التاسع، المركز العاشر وصلت حلوة منصور بن أحمد بن علي السبوسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز العاشر، هذه النتيجة للعشرة الأسماء والعشرة المراكز الأولى، نعود إلى مقدمة الشوط وعودتنا إلى المركز الأول ومع انطلاق جميلة على المركز الأول، جميلة على صدارة هذا الشوط تتقدم وتتصدر قائمة هذا الشوط، من يقدم جميلة راشد بن خليفة المر النياتي على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط من خلال انطلاق جميلة على المركز الأول، المركز الثاني هذه سليطة على المركز الثاني، حمد بن سالم بن سليم الاكتبي من يواصل التحديات على المركز الثاني يبحث عن الفوز ويبحث عن الانتصار، المركز الثالث ثالث التحديات مع الحذرة وجابر بن سلطان بن راشد الخيالي من يحتل المركز الثالث، المركز الرابع هنالك القادمة جميلة عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري من يقدم لنا جميلة على المركز الثالث، ثلاثة أسماء ثلاثة شعارات ثلاثة أسماء غنية عن التعريف على مقدمة الشوط، ولكن هنالك من تسللت الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيالي على المركز الثالث، ورابعا جميلة عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري على المركز الرابع، المركز الخامس تقدمت اليافل راشد بن خميس بن كراز السبوسي من يقدم لنا اليافل على المركز الخامس، خمسة مراكز أولى نتابع ما بعد الخمسة النجوم الأولى، وهنالك على المركز السادس براقة محمد بن سهيل بن محمد بن حربي العامري على المركز السادس، المركز السابع هنالك الطيار حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي وصلت الان وانطلقت على المركز السادس، بينما المركز السابع المركز السابع شقره سهيل بن سالم الشرقي العامري يتقدم على المركز السابع، والمركز الثامن هنالك المايديه علي بن عبد الله بو نواس يتقدم في هذه اللحظات على المركز التاسع، المركز العاشر وصلت عزامه بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري على المركز العاشر، هذه النتيجة وندانا الثاني لمسيرة هذا الشوط وليست النتيجة النهائية، وعودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى العروض الجميلة والمميزة، صدارة الشوط مع جميلة ولكن غيرت الحذرة حذاري من الحذرة المتسللة إلى مقدمة الشوط، انطلقت الآن الحذرة تعود ملكية الحذرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام جابر بن سلطان بن راشد الخيالي من يقدم لنا الحذرة على المركز الأول، المركز الثاني هذه جميلة تتقدم مع ثاني التحديات،
راشد بن خليفة المر النيادي من يتواجد هنا على المركز الثاني مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات. المقدمة والصدارة مع الحذرة على المركز الأول، تعود ملكية الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيلي بينه والمركز الثاني جميلة راشد بن خليفة المر النيادي يصل على المركز الثاني. المركز الثالث هذه سليطة حمد بن سالم بن سليم الكتبي على المركز الثالث، بدأت تنفرد ثلاثة المراكز الأولى بمقدمة وصدارة هذا الشوط. المركز الرابع وصلت الطيارة أحمد بن سعيد بن حرمل الشامسي هو القادم على المركز الرابع، وخامس التحديات جميلة عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري على المركز السادس. المركز السابع هادي عزامة بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري على المركز السادس. المركز السابع وصل شعار السبوسي، انطلقت حلوة منصور بن أحمد بن علي السبوسي يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع هنالك الجياشة محمد بن معيوف بن محمد العامري أول نداء لهذا الاسم ولهذا الشعار. حمد بن عيوف العامري يتقدم على المركز التاسع. والمركز العاشر هنالك براقة محمد بن سهيل بن محمد بن حربي العامري قادم على المركز العاشر. هذه نتيجتنا لعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط مع جسر العبور وجسر التحديات جميلة والحذرة وجميلة في تحدي ثنائي مبكر على مقدمة الشوط. غيرت جميلة على المركز الأول، انطلقت جميلة راشد بن خليفة المر النيادي مقدمة لجميلة. الحذرة على المركز الثاني جابر بن سلطان بن راشد الخيلي في هذه اللحظات يحافظ على مقدمة الشوط، يحافظ على المركز الأول من خلال انطلاق الحذرة على المركز الأول. المركز الثاني هذه جميلة وراشد بن خليفة المر النيادي مقدما لجميلة على المركز الثاني. المركز الثالث سليطة حمد بن سالم بن سليم الكتبي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء نتابع المراكز القادمة والأسماء المنطلقة في هذا المسار وهذا التحدي. المركز الرابع هنالك جميلة عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري يتقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس الطيارة أحمد بن سعيد بن حرمل الشامسي يتقدم على المركز الخامس. خمسة نجوم خمسة عمالقة وهنالك شعار بالشيبة يتقدم على المركز السادس مع حلوة منصور بن أحمد بن علي السبوسي قادم على سادس. التحديات المركز السابع هادي عزامة بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري على المركز السادس. المركز السابع تقدمت شقرة سهيل بن سالم بالشرقي العامري يتواجد هنا مع شقرة على المركز السابع. المركز الثامن وصلت الشاهنية فهد بن علي بن سعيد السفران أول لدالي شعار بن سفران من بدأ يتقدم على المركز التاسع. وعاشر التحديات هنالك اليافل راشد بن خميس بن كراز السبوسي على المركز العاشر. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول والانطلاق الأول وهنالك جميلة المسيطرة على هذه التحديات وهذا الانطلاق. تعود ملكية جميلة راشد بن خليفة المر النيادي هو المسيطر هو المنطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الحذرة على ثاني التحديات جابر بن سلطان بن راشد الخيلي على ثاني المراكز وثاني التحديات. وثالثا هنالك سليطة حمد بن سالم بن سريم الكتبي عاشق سلالة هملول يصل على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك جميلة عتيق بن عبيد بن سعيد الهلي الهاجري يصل على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الطيارة أحمد بن سعيد بن حرمل الشامسي يتقدم على المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع جميلة
جميلة على المركز الأول. راشد بن خليفة المر النيادي لا زال هو المسيطر على مقدمة الشوط. يا سلام لمن الفوز، لمن الانتصار، لمن الناموس. اقتربنا من الكيلو الأخير، الكيلو الخطير للنيادي. المركز الثاني الحذرة تعود ملكية الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيلي على المركز الثاني. وثالثا هنالك الطيارة حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك اليافا الراشد بن خميس بكراز السبوسي يتقدم، ولكن شعار بن سفران يصل في هذه اللحظات مع الشاهني فهد بن علي بن سعيد آل سفران يصل على المركز الرابع. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول والانطلاق الأول. وهنالك جميلة راشد بن خليفة المر النيادي مقدما لاسم جميلة على المركز الأول ومقدمة الشوط. المركز الثاني الطيارة قادمة أحمد بن سعيد بن حرمل الشامسي بدأت تحلق في سماء الوثبة، في سماء التحديات مع الكيلو الأخير. المركز الثالث هنالك الشاهني فهد بن علي بن سعيد بن سفران. يا سلام مقدمة الشوط، جولة التحديات، جولة الأوامر، جولة الناموس. والجميلة على المركز الأول تسير بهذه الخطى الواثقة على مقدمة الشوط وبدون أي أوامر. راشد بن خليفة المر النيادي يا سلام على المركز الأول على مقدمة الشوط. المركز الثاني الطيارة حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي وصل على المركز الثاني، ولكن مقدمة الشوط المركز الأول جميلة مع الناموس. الناموس مع جميلة منطقة التيل. تهانينا من هذه اللحظات لمالك جميلة راشد بن خليفة المر النيادي. ما شاء الله تبارك الله، سلام يا العين، سلام على هذا الفوز والانتصار. جميلة راشد بن خليفة المر النيادي، تهانينا والناموس. المركز الثاني الطيارة حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي. المركز الثالث اليافا الراشد بن خميس وكراز السبوسي. ورابع المراكز الشاهنية فهد بن علي بن سعيد آل سفران. وخامس المراكز المركز الخامس حلوة وصلت على المركز الخامس منصور بن أحمد بن علي السبوسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت متريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا وناموس لمالك جميلة راشد بن خليفة المر النيادي على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة كما تشاهدون على قناة ياس الفضائية، ويتسجل التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس لمالك جميلة على حصوله على التوقيت الأفضل، 12 دقيقة هي لحظات الوصول، وقاطعت مسافة 8 كيلومترات بانتظار الثواني والأجزاء من الثانية كما تشاهدون على قناة ياس الفضائية. الثواني 56 والأجزاء جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للسيد راشد بن خليفة المر النيادي. المركز الثاني ثاني المراكز الطيارة حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي قطع مسافة 8 كيلومترات. التوقيت الزمني لحظات وصولها إلى خط النهاية 13 دقيقة 4 ثواني بالوفاء والتمام. تهاني والناموس لمالك الطيارة حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي. بينما المركز الثالث ثالث المراكز اليافل راشد بن خميس وكراز السبوسي 13 دقيقة 8 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس.